بهاي الأيام عم نعيش الذكرى 76 لتأسيس الجيش العربي السوري كواحد من أقدم الجيوش العربية النظامية. وبالعقل الجمعي للشعب السوري بهديك الفترة كان الجيش له مكانة، وحتى أنه حمل آمال وطموحات كبيرة لدرجة أنه قليل من الدول بالعالم يلي بيكون فيها مطلع النشيد الوطني بيبدأ بتحية لإله. اليوم لنكون واقعيين، في انقسام حول هذا الجيش. طرف بيشوفه جيش طائفي قاتل تحول لميليشيات وعصابات بتتحكم فيه عائلة وحتى دول، جيش ارتكب عشرات المجازر وهجر ملايين السوريين، وطرف تاني لسه بيشوفه جيش وطني حمل حدود والشعب والمؤسسات، ولولاه لكانت انتهت الدولة السورية. طيب، وهي شفنا بشكل سريع آراء من الطرفين، وهلأ شو رأيكم نستعرض سوا دراسات وأبحاث حكت أكثر عن هذا الجيش ووظيفته والتركيبة الطائفية فيه. بالعادة ببرنامجنا بنستعرض تواريخ وأحداث بارزة عن موضوع الحلقة، وكون موضوع حلقتنا اليوم هو عن الجيش السوري فأكيد في معلومات معظمنا بيعرفها عنه وعن تأسيسه، لهيك ما رح نكررها ورح نكتفي بسرد دراسات ومعلومات يمكن بتسمعوها للمرة الأولى. بعام 2014 ترجم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب شهير لباحث أمريكي من أصل فلسطيني اسمه حنا بطاطو. عنوان الكتاب كان فلاحو سوريا أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم. هلا يمكن حسيتوا إنه اسم الكتاب ملغوم، مو هيك؟ مالكن غلطانين، لأن صاحب الكتاب حكى بكتابه عن عملية الترييف المقصودة للجيش السوري يلي اتبعت بعد انقلاب البعث عام 1963 وقتها. وبحسب الكتاب اللجنة العسكرية البعثية غيرت ولعبت تدريجيا بتركيبة الجيش وبشكل غير مسبوق بتاريخ سوريا، وعملية الترييف كانت مقدمة لشيء أخطر وهي صبغ الجيش بصبغة طائفية. واستفاض الكتاب بالحديث عن كيف مسك حافظ الأسد هالجيش المعروف بالانقلابات بقبضة من حديد. ومن الأمثلة على تركيبة هذا الجيش انه ناجي جميل السني يلي كان على رأس القوى الجوية ما كان بيقدر يحرك طيارة من دون علم رجال محمد الخولي العلوي يلي كان مستلم مخابرات القوى الجوية، ورئيس الأركان حكمة الشهابي السني كمان كان ما بيقدر يحرك اي قطعة مهمة بالجيش، لانه هذا القرار كان من نصيب علي أصلان يلي كان النائب الاول لرئيس الأركان لشؤون العمليات واللي هو كمان من طائفة الرئيس. وبطبيعة الحال مصطفى طلاس وزير الدفاع السني كان واجهه بس بحسب الكتاب نفسه. يعني باختصار يا جماعة، كان حافظ الأسد حاطط هاي الشخصيات السنية بمناصب حساسة، بس كانت سلطتهم وهمية، والقرار الفعلي كان بإيد شخصيات أمنية علوية عينهم الأسد تحديداً بهاي المناصب الحساسة. وبيقول الكتاب كمان إنه من بين 31 ضابط كبير اختارهم حافظ الأسد لحتى يحتلوا مواقع حساسة بالجيش وقوات النخبة العسكرية والمخابرات بين عام 1970 و1997. كان في 19 شخص منهم علويين، يعني شيء 61%، و8 منهم أقرباء الأسد ذاته و4 منهم أقرباء مرته. هاي اللعنة الطائفية يلي وصمت الجيش من عقود صارت اليوم حالة مطلقة تماماً للأسف. بدراسة صدرت عن مركز عمران عام 2020 بنكتشف إنه بشار الأسد تجاوز أبوه كتير بعمليات تطييف الجيش، يعني هيك بتحسوا إنه في تنافس بين العينتين. على الأقل كان حافظ الأسد يعتمد استراتيجية ثالوث القيادة بحيث إنه يكون في توازن طائفي بيمنع إنه يكون الجيش أداة انقلاب ضده. ولحتى نشرح أكثر، بأي وحدة عسكرية في قائد وحدة ورئيس أركان للوحدة وضابط أمن. كان حافظ الأسد يحط حدا من طائفته ضمن هذا الثالوث باستثناء المخابرات وقوات النخبة مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وحدات المهام الخاصة يلي كان فيها صفاء طائفي أكبر لصالح عائلة الأسد. طبعا هذا الكلام الله يرحمه، يعني اليوم وبظل قيادة قائدنا المفدى بشار الأسد وحسب دراسة مركز عمران أهم 40 مركز ومنصب بالجيش كلهم من طائفة الرئيس، والمحاصصة هالمرة صارت محصورة بين ضباط الطائفة بحسب انتمائهم المناطقي أو العشائري، والغلبة هون لضباط اللاذقية. بعرف إنه بعضكم عم يقول هلأ إنه أنا عم أحكي كلام طائفي ويمكن يكون منسوب لجهات معارضة أو بين هلالين مغرضة. طيب، شو رأيكم إنه جبنا لكم حديث صادر من سند النظام نفسه الروس بذاتهم؟ بآذار عام 2020 نشر ماركس كارنيجي ملف من 3 ورقات بحثية كان عم يستعرض تصور الروس لمهمتهم بتعزيز جيشنا المفدى. وبيوحدة من هالورقات الثلاثة بيقول خبير بشؤون الشرق الأوسط في المجلس الروسي للشؤون الدولية واسمه إليكسي حليبينكوف، هلا ما بعرف إذا لفظته صح بس هذا اسمه، بيقول إنه الطبيعة الطائفية والمسيسة للجيش منعته خلال الحرب من أداء واجبات مهنية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي شغلة مهمة بيعرفوها كتير منيح عناصر قوات النظام حالياً أو حتى الناس اللي عايشة بمناطق النظام، إنه شقفت عنصر بميليشيات إيران وتوابعها أو حزب الله أو حتى من الميليشيات اللي شكلتها روسيا بيكون له سلطة أكبر من ضابط في الجيش النظامي. وبهذا الخصوص
قال موقع ناشونال انترست الامريكي بدراسه له من قبل سنتين انه عدد افراد ميليشيات ايران بسوريا والميليشيات المحليه يلي شكلتها روسيا بتفوق عدد اللي بقي من افراد الجيش السوري. وكمان بيقول الموقع نفسه انه طهران عم تحاول تكرر نموذج حزب الله اللبناني بسوريا عن طريق اخوه لبشار اللي هو ماهر الاسد. بالنهايه يمكن من المفيد انه نستشهد بنبوءه قالت عام 1993 بمؤتمر انعقد وقتها بلندن، وكان موضوع التغيير الاقتصادي والسياسي بسوريا وضم مجموعه من الباحثين. بتقول النبوءه انه النظام يلي بيسيطر عليه طابع طائفي ما رح يتخلى عن السلطه لصالح نظام ديمقراطي بيمثل كل السوريين من دون مقاومه عنيفه. هي النبوءه وردت بخاتمه كتاب مشهور اسمه الصراع على السلطه في سوريا، الطائفيه والاقليميه والعشائريه في السياسه. وهذا الكتاب كان لنيكولاس فاندام، وهو مستشرق هولندي وسفير سابق بعدد من الدول العربيه، واللي حكى باستفاضه كبيره عن الطائفيه وتطورها داخل الجيش السوري. ووصلنا هذا الكتاب لنفس النتيجه يلي وصلت لها كل الدراسات الثانيه يلي حكت عنها الجيش، انه كان وللاسف رح يضل هو اساس قهرنا لانه اداه بايد السلطه الحاكمه. وحسب كتاب فاندام انه اذا بدنا نحلم بسوريا ديمقراطيه بيوم من الايام، فلازم المؤسسات القمعيه القائمه حاليا واللي بمقدمتها الجيش يتم حلهم، وتاسيس مؤسسات جديده بتقوم بدور مهني هدفه حمايه السوريين، مو قمعهم ولا قتلهم ولا حتى تهجيرهم. بالختام يا جماعه، هلا ما عندي فكره اذا بتعرفوا هاي المعلومه، هذا وزير دفاعنا بالمناسبه، يا حرام المسكين لسه ما تهنى بالاحتفالات يلي عم تصير بذكرى تاسيس الجيش، واذا بيبعتوا القائد الاعلى للقوات المسلحه بمهمه حساسه لدرعا. هلا اعكم لا سمح الله تفكروا انه مشان يشيك على الامور اللوجستيه والجاهزيه العسكريه لحمايه الحدود، لا لا، لك كان هنيك لحتى يفك المشكله بين فرق الجيش السوري التابعه للروس وفرق الجيش السوري التابعه للايرانيين، وهنيك اجتمع وزير الدفاع بضباط روس مشان يتفق معهم على كيف رح يحلوا قضيه درعا. شايفين لوين وصل هالجيش؟ يعني ملاحظين هالاختراقات الاجنبيه داخل بنيته الداخليه؟ لك وزير دفاع صار مجرد وسيط بين ادوات ايران وادوات روسيا بداخل الجيش نفسه.